كان مساء الخير متابعين ومشاهدين وحبايبي، سامحونا يعني على فترة الانقطاع هاي، بس كان في أمطار وسيول، يعني بجوز سمعتوا فيها في الأردن. شفت هالموقع هذا، ما بعرف شكله هيك حلو مرتب، نشوف ايش فيه علامات وإشارات. طبعا هذا الموقع هو سلسلة جبال، تمام، هيا هناك كل هاي الجبال، هيا هاي سلسلة جبال طويلة، تمام، يعني هاي هيك الموقع. شوف إذا كان في إشارات أو علامات، ما بعرف. نوع الحجر هذا غريب عجيب، يعني هذا بيجي خليط بين الحديد وبين الحجر. هاي زي ما انتم شايفين، يعني هذا اللي هون هذا حديد، هذا معادن. انا بثبت انه كان البحر واصل لهون، انه هاي فيه نفس الحجر جواته مستحثات. هاي هون هذا صدف، هذا كله صدف. هاي زي ما احنا شايفين حتى هون، هذا خليط ما بين الحجر والحديد الخام. هاي غريب. أنا كنت حابب المنطقة هذيك اللي أصورها، اللي هناك هاي اللي هون. عن هاي المناطق الغير مستكشفة، تمام، هي مستكشفة، منها كثير جزء كبير منها مستكشف، تمام، بس يعني في مناطق كثير منها غير مستكشفة، حضارات قديمة سابقة كانت موجودة هون. خلينا ننتقل لموقع ثاني بعد هذا الموقع. طبعا هاي اللي فوق هاي كلها مغر، يعني تقولوا لي كيف هاي المغر، هاي هون، هاي دقيق، يعني هاي هاي هون مغارة، هون مغارة، هون مغارة، هون مغارة، هاي هون، هون مغر، هاي هاي كلها مغر. كيف بتزبط مع الانحدار هذا الموجود للجبل هذا؟ ما بعرف، يعني صعب حتى الواحد يطلع لها فوق، مش عارف كيف ممكن الواحد يطلع الطلعة. طلع قديش الباص صغير، طلع الجبل صعب حتى هون. هاي الجبل هذا الثاني ما بعرف، غريبة هاي الجبال، هاي زي ما احنا شايفين هون، هاي هذا المكان شايفينه، هاي مدخل لمغارة، وهون هاي مدخل لمغارة، هون هاي المنطقة كأنه حيط واقع هذا أو إشي، ما بعرف، كأنه في حيط واقع. هاي أقرب إشي، مش عارف إيش هو، والله العظيم ما بعرف. شوف الانحدار، يعني بدها تسلق وبدها حبال وبدها مليون قصة. ننتقل لموقع ثاني، يعني هذا، هي هذا يطرح السيارة، هذا جزء من الجبل، هي مغارة، يعني أنا مش فاهم هاي كيف بيطلعوا لها، طالع والله أنا ماني فاهم كيف بيطلعوا لها، طلع المغر اللي فوقيها كمان. اشوف جذلوها، انزلوا بجوز بجوها
من هون من فوق، خلينا نحكي من فوق، بنزلوا الهنزول على المغارة. الطريق هاي ترى على فكرة مش صعبة، هاي الطريق اللي هو مش صعب. خلينا نكمل نشوف. يلا هاي هون مكان ثاني، خلينا نشوف هاي المغارة. تمام، إلها مدخل هسه مش شايفين، وإلها حيط جنبها هون، هيها هاي حيط جنبها، وإلها مدخل، وإلها طريق صغيرة، يعني هاي الطريق هون صغيرة. هنا كيف حتى في فوق اشي مش معروف شو هو اصلا. هاي اشي فوق هيك مش معروف شو هو هذا الاشي، هاي يعني زي درج. انا لو اقدر اطلع فوق بحلل لكم الموضوع هذا كله. منطقة ما بعرف شو هم هذول المغر، يعني مساكن مثلا كانت موجودة، ولا هم الجن اللي سووها، ولا شو القصة، والله ما أنا داري. هون شايفين هاي كيف، هاي زي ما احنا شايفين. طبعا هون مقابلها البحر، شايفين اليوم الجو كيف. طب حلو شاعر، جميل وشاعر. قلت لكم هاي المنطقة اللي أنا ماني عارف كيف تنطلع بصراحة، عارف كيف الواحد بيقدر يوصل لها. هاي هون شايفين حيطة واقعة كلها، شو هي هاي؟ هاي بلوكات، يعني صايرة بلوكات. هاي اللي هون هايها صايرة بلوكات، كلها بلوكات بلوكات مصفطة فوق بعضها. شو هي مش عارف، شو في باقي هون ما بعرف. هاي هون المغر زي البيوت طبعا وجنب بعض. وهي الجبل المقابل ايش عليه ما بعرف شو هو. انا بقرب وبعد عشان الزوم بس يزبط. ما الموقع اللي بعده يلا.